بكل روح رياضية بنقول لكم مساء الأنوار، بكل روح رياضية بنهني اللي فاز وبنقول هارد لك للي ما توفقش، بكل روح رياضية النهاردة الجمهور هم أبطال الحلقة النهاردة، انتظرونا بكل روح رياضية. المستطيل الأخضر قدر يعمل اللي ناس كتير وآلاف حاولوا يعملوه، إنه يجمعنا ويسعدنا. المستطيل الأخضر قدر يخلي فيه فرحة حقيقية جوه قلوبنا. لما اتكلمنا عن موضوع التعصب والتنمر في الحلقة الماضية، ضيوفي ردوا عليا قالوا لي إنها موجودة من زمان وعلى طول، لكن الفرق كان في الفكر وفي الثقافة والسلوك. يعني زمان كانت لما يعكسم الهانم يقول لها، يعني البي يبقى لابس بدلة وجرافطة ويقول لها إيه الجمال ده يا هانم. دلوقتي بيعكسوا البنت أو الهانم برضو زي ما بنقول، وهو لابس بنطلون مقطع من كل جهة وبيقول لها عود البطل. يعني المعاكسة أو التعصب أو التنمر موجود من زمان، لكن ما كانش تحت المصطلحات أو الأسامي اللي إحنا بنقولها دلوقتي وبنعرضها وحولناها لقضية كبيرة. يعني الفكر والثقافة هما السبب، هما اللي بيعكسوا تصرفاتنا وحالة التعصب اللي موجودة عندنا ما اختلفتش، لكن إحنا كأفراد اختلفت. أنا معايا الناقد الرياضي أشرف، ضيف الأستاذ أشرف زوف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ ربيع، أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك إيه رأيك في البطولات الموجودة في الفترة الأخيرة، سواء كان نهائي أفريقيا أو كأس مصر، و يعني تعليقك بقى على جماهير الأهلي والزمالك؟ والله طبعا يمكن الفترة الماضية يعني يمكن شهدت أكثر من حدث رياضي هام يعني على الساحة الكروية في الكرة المصرية، يمكن كان أبرزها وأكثرها أهمية نهائي بطولة إفريقيا للأندية رابطة الأبطال، اللي شهد لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية
يتقابل ناديين من بلد واحده، وده كان شرف وفخر لمصر ان يكون طرف المباراه النهائيه طبعا الاهلي والزمالك، لاول مره يحدث في تاريخ افريقيا في 56 بطوله لعبه لدوري ابطال افريقيا. طبعا يمكن كانت مباراه، يمكن لاول مره كان بيقام النهائي من مباراه واحده. يمكن شفنا طبعا الاهتمام الكبير من كل يعني كل الجماهير وكل وكالات الانباء العالميه على مستوى العالم، حدث كبير بتنتظره افريقيا كل عام، عرس افريقي كبير كان بيقام النهائي على استاد القاهره، استاد الرعب زي ما بنقول. قدر الاهلي والزمالك ان هم يقدموا مباراه تليق باسم الكره المصريه وتعبر عن رياضه الكره المصريه للكره الافريقيه، وفي النهايه استطاع النادي الاهلي انه يفوز باللقب بعد مباراه ماراثونيه شيقه تليق بالفرقتين وباسم مصر. يمكن بعدها باسبوع شاهدنا برضو يمكن كان مباراه نهائيه كاس اخرى، ولكن مصر هذه المره كاس مصر بالظبط زي ما قال، كان نهائي كاس مصر. يمكن شاهد للمره الاولى ان يكون طرف النهائي فريق طلائع الجيش اللي قدم يعني مباراه اكثر من ممتازه واكثر من رائعه امام النادي الاهلي، واستطاع ان هو يكون ند بند للنادي الاهلي. حتى يمكن المباراه حسمت بضربات الترجيح، يمكن المباراه فضلت رايحه جايه يا ترى مين اللي هيكسب الاهلي او طلائع الجيش، كانت برضه مباراه تليق. يمكن ده برضه بيعبر يعني يمكن الاهلي استطاع انه يفوز في النهايه، ولكن بيعبر عن حسن بقى المنظومه الرياضيه في مصر والقرار الشجاع سواء من اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه في دير كره القدم في مصر رئاسه الاستاذ عمرو الجنايني، او وزاره الشباب والرياضه متمثله طبعا في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، بقرار الشجاع والجريء بعوده او استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد توقف لم يمكن فتره طويله بسبب جائحه كورونا. كان القرار شهد يمكن حاله جدل ما بين معارض ومعارض، ولكن تتويج الاهلي ببطوله افريقيا او صعود الاهلي والزمالك للنهائي ثم فوز الاهلي كاس مصر وشفنا يعني انتظام المسابقه، يمكن ده برضه عمل مردود كويس على يعني المنتخب القومي اللي استطاع ان هو يفوز على مباراتين في اكثر من 4 ايام ويحقق نتيجه جيده تعيد تاني ليه حاله الاتزان ويبقى منافس تاني على الصعود. بنشوف يا فندم او اتكلمنا عن موضوع التعصب والتنمر اللي بيحصل بعد المباريات، لكن انا شفت في نهائي كاس مصر لفته كانت جميله جدا، ازاي تعاطف كل المشجعين الاهلي وكل مصر تقريبا مع حارس المرمى طلائع الجيش محمد بسام في ايوه دي لفته، يعني عايزين نقول ان احنا لو في تعصب بشكل او بنحب النادي بتاعنا بشكل قوي، لكن احنا دايما بيجمعنا شيء واحد، يعني كل الناس سندوه وقالوا له ما تزعلش وان انت ان شاء الله يتحقق حلمك وان انت ان شاء الله تقدر ان انت تفوز، بالذات ان كان هدفه انه يهدي الكاس لروح والدته. بتشوف اللفتة دي ازاي؟ الجمهور اللي احنا دايما برضو بنهدمه بنقول ان هو متعصب وان هو ما بقاش عندنا سلوكيات، بتشوف اللفتة دي ازاي يا فندم؟ يمكن دي الدليل او مردود ايجابي للمبادره اللي كان يمكن تبناها واطلقها معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يمكن من حوالي شهر، ويمكن كان استغل الحدث الاكبر والاهم وهو بنهايه بطوله افريقيا. يمكن دعا واطلق المبادره لا للتعصب، يمكن كل الهيئات والمؤسسات والكيانات الرياضيه يمكن تكاتفت على انجاح والمشاركه في هذه المبادره، وبالفعل شفنا يمكن مردودها الايجابي اللي ظهر يمكن قبل كمان موضوع محمد بسام. يمكن شفنا كمان في نهائي بطوله افريقيا برضو تعاطف جماهير الاهلي مع مؤمن زكريا، وشفنا برضو ان هم رفعوا رفع مؤمن زكريا، يعني ده دليل على ان احنا شعب محب وشعب طيب وبنساند بعض مهما كان تشجيعنا مختلف للفرق او فكرنا مختلف. انا بشكر حضرتك يا فندم واهلا بحضرتك. اللفتة اللي حصلت دي مؤشر لحاجات معينة أو نقط كده بتلفت نظري، إن إزاي إحنا كشعب كلنا في قلوبنا رحمة وكلنا بنشجع اللعبة الحلوة، ورغم إن الأهلي هو اللي أخد الكاس، لكن كل الناس حيت الفريق المقابل و أيدت إن هو كان على قد المسؤولية وإن
الحظ بيلعب دور ما بيبقاش، والقدر ما بيبقاش لينا يد فيه. اللي عايزة أقوله كمان إن على فكرة المستطيل الأخضر ده موجود في كل عيلة، ما فيش عيلة ما بتلعبش كورة، بس كورة الحياة مش الكورة اللي في الملعب. كل بيت هتلاقي جواه المهاجم والمدافع واللي بيصد الضربات واللي بيباصي الباصة الحلوة عشان الهداف يجيب الجون، ونعلي صوتنا ونقول له يا حبيب والديك. يعني الحياة بتاعتنا كلها لو شفتوا المغزى بتاعها عاملة زي فريق الكورة. يعني احنا بنتعلم كويس قوي من اللعبة دي، ازاي ان احنا نبقى متعاونين ونبقى عارفين ناخد وندي مع بعض، واللعبة الحلوة نسقف لها، وازاي نخرج من اطار التعصب والسلوك اللي احنا بنشوفه مؤخرا. انا معايا الكابتن جمال الخندور، الحكم الدولي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وتحياتي لكل مشاهدينك. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا اكيد شفت النهائي افريقيا وكاس مصر. تمام. ايه اكتر المشاهد اللي لفتت نظر حضرتك في البطولتين؟ والله مباريات قويه، الاهلي والزمالك في نهائي القرن الافريقي. تمام. طبعا شرف كبير لمصر. مباراه نهائي الكاس، وصول طلائع الجيش للمره الاولى قدام الاهلي، وصموده لغايه الخروج بركلات الترجيح اللي بيسموها ركلات الحظ، ايضا شيء رائع جدا. اهنئ في هذا الفريق طلائع الجيش انه يصمد ويصل للنهائي. طبيعي ان النادي الاهلي ونادي الزمالك تكون المباراه بينهم متكافئه، ويخرج في النهايه الاهلي فائز بالمباراه. كان الزمالك كمان لو كان فاز بالمباراه كان هتبقى طبيعيه. انا شايف انه كره قدم مصريه مستواها كويس، مستواها محترم داخل الملعب، ولكن الامور اللي بتحصل بره الملعب والحاجات اللي زعلتنا هي سلوكيات بعض الجماهير تجاه بعض نجوم الفريق. طب يا فندم، ايه المفارقه بين المباريتين؟ يعني بين نهائي افريقيا اللي كان بين الاهلي والزمالك، وبين كاس مصر اللي كان بين الاهلي وطلائع الجيش، من وجهه نظر حضرتك؟ نهائي تشامبيون ليج الافريقي طبعا مسابقه كبيره ومسابقه عريقه. هي المصادفه انها كانت بين فريقين مصريين، الزمالك والاهلي، وعلى ارض مصر. ده شيء كويس وشيء لن يتكرر كثيرا. نهائي كاس مصر، اتفضل. نهائي كاس مصر، مسابقه كاس مصر طبعا ايضا مسابقه عريقه. وصل النادي الاهلي من الادوار ابتداء من دور ال 32 لغايه النهائي. ايضا وصل طلائع الجيش وللمره الاولى في حياته وفي تاريخه. الاهلي كان مشترك، العامل المشترك بين النهائيين، ولكن مباريات الحقيقه مباريات كانت مستواها عادي ومباريات استمتعنا بيها. كابتن، لو اتكلمنا عن الحكام، ايه الفرق بين الحكم المصري والحكم الاوروبي؟ وهذاك الحكم الاوروبي طبعا بيلقى اهتمام ورعايه اضعاف ما يلقاه الحكم المصري. الحكم الاوروبي في ثقه فيه، في ثقه في قراراته، في حمايه ليه من المنظمين للبطولات، حمايه كبيره. بيتمتع الحكم الاوروبي بهذه الحصانه، بيتمتع الحكم الاوروبي بانه بيظهر دائما عنده ثقه في نفسه.
لأنه طالما كان المسؤول عنه هيئة قوية هو كمان بيحس بهذه الثقة وبيظهر عليه في الملعب. حكم المصري مسكين، حكم مصري للأسف الشديد أقل إمكانيات أقل رعاية، وبعد كل ده الحكم المصري للأسف الشديد هو العنصر الأضعف في منظومة كرة القدم ومستباح بين الكل. يعني كابتن خليني اقول لحضرتك، هل احنا هنا بنقلل من كفاءة الحكام المصريين او بنقلل منهم؟ طبعا تأكيد احنا هنا بنقلل من كفاءتهم، دايما بنتهمهم، دايما كل واحد شايف الحكم ويصنفه على المنافس ليه، كل واحد ما مش عاجبه اي قرار. التقليل ده بيكون من النقاد ولا من الجمهور؟ لا، التقليل بيكون من الكل، من المسؤولين قبل الخطوره في واللعيبه كمان يا فندم. لا، اللاعبين اقل ناس الحقيقه بيكون لهم دور، لكن المسؤولين ادارات الانديه، اعلام اللي هو إعلام الأندية، وبالتالي كل ده بينتقل للجماهير، والجماهير هي اللي بتبقى المؤدي في النهاية، واللي بيظهر منها السلوكيات اللي مش كويسة ضد الحكام. طيب يا ترى اعتماد الاتحاد المصري إن الحكام الأجانب في لقاءات القمة ده بيكون له أثر؟ لا، عايز بس اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا الموسم السابق، الموسم مش اللي خلص ده، اللي قبليه، طبعا ده انا بعتبره الموسم الكارثي بالنسبه للتحكيم، اللي دخل فيه حوالي 43 طاقم تحكيم اجنبي، وكان كل نادي من حقه ان هو يطالب بحكام اجانب لاي مباراه. وبالعكس الموسم اللي احنا انتهى لسه منتهي من ايام، كان في بدايه الموسم يعني تم الاتفاق، وانا كنت مسؤول عن التحكيم في الموسم ده من بدايته، على انه الحكام الاجانب ما يدخلوش الدوري المصري الا في مباراه الاهلي مع الزمالك فقط. وفعلا التحكيم الاجنبي ما دخلش الدوري المصري الا في مباراه واحده بين الجامعتين الاهلي والزمالك. يعني ده الى حد كبير مباراه واحده من في موسم كامل، غير طبعا وصلنا الموسم السابق ل 43 مباراه. طبعا اعتقد انه ده مقبول انه يكون موجود طاقم تحكيم للاهلي والزمالك. بس اسمح لي يا كابتن، هل احنا بنقلل الثقه في حكامنا؟ يعني هل الموضوع عايز ان احنا نكون مقتنعين بالحكام اكتر من كده؟ يعني انا بشوف ان الحكام الاجانب اللي بيجوا في كتير منهم بيكونوا دون المستوى، وما بيكونوش يعني قادرين ان هم يكونوا ليهم إدارة يعني قوية داخل الملعب. هل احنا كالحكام المصريين محتاجين دعم اكتر من كده؟ ما انا قلت لحضرتك بالتأكيد طبعا الحكم المصري لازم يتم الاهتمام به، لازم يتم الاهتمام بتأهيله، لازم يكون في استقلالية لمن يتولى إدارة التحكيم، لازم تكون في إدارة قوية للتحكيم تدعمهم طبعا، تكون متسمة بصفات شخصية وتاريخ، ويعني لازم يكون هناك أيضا في نفس الوقت توعية للجماهير، لازم يكون هناك عقوبات صارمة. ده المفروض يا كابتن. واسمح لي، تقنية الفار يعني كانت عامل مساعد ولا لأ؟ يعني ايه سلبياتها وايه ايجابياتها بالنسبة للحكام المصريين؟ لا، هي ايجابياتها كتير. تقنية الفار قللت كتير جدا من الأخطاء الكبيرة، زادت نسبة العدالة بشكل كبير جدا، ولكن عيوبها انه الناس المسؤولين مش قادرين يستوعبوها لغايه دلوقتي. اللاعبين على ارضيه الملعب لازم يقتنعوا ولازم يفهموا انه في النهايه اي قرار هيرجع للفار، فلازم تكون سلوكياتهم متسقه مع هذا الكلام، لازم يتقبل اي قرار
بعد ما يكون في مراجعه من الفار، لكن للاسف الشديد حتى الفار نفسه ابتدى النهارده تناله الاتهامات من الـ الاعلام المنتمي للانديه، وابتدت النهارده تتكون او يحاول يكون فكره عند الناس ان كمان الفار ما هوش محايد. بشكر حضرتك كابتن جمال الغندور الحكم الدولي ورئيس مجلس الحكام السابق، بشكر حضرتك يا فندم. زي ما قلنا ان كل حاجة لو بصنا لها من زاوية كرة القدم هنلاقيها بتتطبق في حياتنا من غير ما نحس. احنا لو بنتكلم على الحيادية فحتى المفروض يكون عندنا حيادية في حياتنا، مش بس حيادية مع الفرق اللي احنا بنشجعها او ان احنا نقبل اللعبة الحلوة او ان احنا نتبسط ونشجع فريقنا بس من غير تعصب ولا تنمر. لما مرة سألوا مؤمن زكريا على مذيع في برنامج رياضي وقالوا له مش انت مؤمن اللي انا اعرفه، فقال له الضغط النفسي كان سبب من أسباب التعب والحالة اللي أنا فيها. يعني ممكن تصرفات معينة بتصدر من مشجعين والهدف منها التشجيع والهدف منها إن هم يسندوا الفرق بتاعتهم، لكن ممكن تكون ليها أثر قاسي جدا 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 على اللعيبة، وهو ده اللي بيحصل. فكرة مين يكسب ومين يخسر، احنا يهمنا اللعبة الحلوة، يهمنا ان احنا نتبسط، يهمنا ان احنا نتجمع ويبقى فيه فرحة من اللعبة الحلوة اللي بتعلمنا السلوكيات وبتعلمنا التعاون وبتعلمنا العطاء والأخذ والعطاء. ما هي الكورة كده، خد وهات. مش بس كده، الفكرة كلها ان احنا بعد الماتش بنتحول او المباراة بنتحول لأعداء وبنتحول لخصمين، وكل واحد فينا عمال يضرب في التاني وكأنه يعني هيكسب جايزة كبيرة من ورا اللي بيعمله. كان في سؤال دايما بسأله، يا ترى في حد دايما بيبقى ورا فكرة ان احنا دايما ما نبقاش متفقين او احنا دايما نبقى مختلفين؟ اصل القضية ما وقفتش على الكورة وبس، ده حتى في كل القضايا اللي في حياتنا دايما في خصمين، ودايما الاتنين ضد بعض، ودايما الاتنين بيدوروا على الحاجات اللي تضايق التاني، او بمعنى اصح انا اسفه في التعبير الفضايح. ايه السبب؟ مستنياكم انتوا تردوا عليا. انا معايا الكابتن حسام عبد المنعم لاعب النادي الزمالك السابق، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. بكل روح رياضيه هارد لك. طبعا طبعا، يعني احنا بنتقبل. بص، عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الفكره كلها ان زي ما حضرتك قلتي ان الثقافه بتاعتنا للاسف غريبه شويه. تمام. بعض الجمهور بيبقى متعصب جدا ومش متقبل كمان حته ان هو يخسر، ودي عامل كبير جدا في الرياضه، لان انا كنت لعيب من ضمن اللاعبين نادي الزمالك ومنتخب مصر، فمن الطبيعي ان انا بعمل اللي عليا وبجتهد وبشتغل كويس انا وزمايلي على اساس ان احنا عايزين نكسب وبنعمل اللي نقدر عليه، وبعد كده بقى على ربنا سبحانه وتعالى، فممكن نخسر وبعمل اللي عليا واللعيبه كلنا وجهاز وكلنا، بس للاسف انت ممكن تبكي. ولما شفنا المباراه ما بين الاهلي والزمالك فنيا، هنقول ان الزمالك كان عامل مباراه جامده جدا وكويسه قوي فنيا، انما في الاول والاخر هو خسر.
الاهداف وخسر 2-1. فهي بطوله، فلازم نتقبل حته الهزيمه ونعرف من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها عشان نتداركها ونصلحها من انفسنا فيها. بس يا كابتن، لما سألت على موضوع التعصب والتنمر اللي بيحصل دلوقتي في مجال كرة القدم، ردوا عليا وقالوا لي ان ده من زمن، يعني احنا طول عمرنا في تعصب، لكن بقى في اسلوب مختلف في طريقة التعصب. فحضرتك بتشوف ان ده تطور الفكر والثقافة والسلوكيات في المجتمع؟ لا كده مش تطور بقى. اه يعني لو تطور يبقى احنا هنتقبل حته الهزيمه وحته السوشيال ميديا دي تهدى شويه، انما احنا لا ما بنتقبلهاش. زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا عندنا للاسف يعني الوعي القروي عندنا مش كويس قوي. نسبه قليله جدا من الجمهور هو اللي ممكن يكون ضاغط على اللعيبه، كمان في بعض الاوقات على السوشيال ميديا بعد المباراه كما بتخلص بتبص تلاقي في حاجات كتيره بتحصل يوم واثنين وثلاثه واربعه وعشرة واسبوع، اللعيبه بتتاثر بكل الحاجات دي نفسيا طبعاً. اكيد. بس طبعاً. بس انا برضو سالت سؤال، هل في مجتمعاتنا دلوقتي بقت في ايد خفيه كده بتبقى حابه دايما ان احنا نكون في حاله نزاع مستمر؟ هو طول ما في سوشيال ميديا هي دي الايد الخفيه، لان احنا للاسف بنستعملها استعمال خاطئ. احنا ممكن نبقى متقبلين الهزيمه ونبارك للمنافس ونقدر نقول احنا ايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها وندعم فرقتنا ونقف ورا ظهر الفريق بتاعنا. هو ده الهدف، اللي احنا لازم نقف في ظهر فرقنا لو لا قدر الله وقعت. يعني النهارده لما لقينا مشهد تاريخي ما بين الزمالك والاهلي في دوري الابطال، واول مره في التاريخ الزمالك وقع من بعدها على طول في المباراه في الكاس نفسيا من طلائع الجيش بالظبط. فلازم الامور تهدى، لان دول قطبين كبار هم دول المؤسسين لمنتخب مصر. ومطلوب مننا ان احنا نبقى فاهمين ان اي لعبه في الدنيا ليها فيها مكسب وخساره. يعني حضرتك مثلا كنت تتوقع ان برشلونه بالمستوى اللي هي بتلعب بيه دلوقتي؟ لا طبعا. يعني حضرتك لو متابع المباريات يعني مش مصدقين ان المستوى اللاعبين بقى بالشكل ده. بالظبط. فهو دي طبيعه الكوره، واحنا المفروض نربي اولادنا كمان على ازاي ان في مكسب وخساره، ازاي ان انا اشجع بس بادبيات معينه، ازاي اني انا احافظ على الكلمه اللي بقولها لانها ممكن تهدم نفسيات البني ادمين. فدي برضو ده الهدف كمان من الحلقه، مش ان احنا بس نتكلم على كرة القدم ولا مين اللي كسب ولا مين اللي خسر، لا احنا بنتكلم في قضية كبيرة. كرة القدم حاجة مهمة قوي في بيوتنا، احنا كلنا مجتمعين على حبها، كل واحد فينا عنده انتماء قوي لفريقه لكن بالحدود المسموح بيها. بشكر حضرتك يا فندم واهلا بحضرتك. كرة القدم لعبة جميلة، ليه بنحولها إنها تكون حرب أهلية بينا؟ ليه نتحول لأحزاب ونتحول لإن أنت من ملة وأنا من ملة؟ ليه ما بنمشيش مع بعض في طريق واحد؟ ليه ما نستمتعش باللعبة الحلوة؟ ليه ما بناخدش قدوتنا دايما مشجعين الانجليز وازاي هم بيساندوا الفرق فرقتهم وازاي هم بيكونوا داعم قوي في نجاحهم؟ يعني التعليق اللي اتقال ان اداء
فريق الزمالك ازاي الكيرف بتاعه نزل بالشكل ده في المباراة اللي لعبها في كاس مصر بعد خروجه من نهائي أفريقيا، كلها نتيجة التحفيل ونتيجة الشتايم ونتيجة عامل نفسي طبيعي. أنا مش مشكلة أن أنا أسقط في امتحان، لكن ممكن أتفوق في غيره، لكن إزاي يبقى عندي الروح القوية اللي تخليني أعرف أعدي الخسارة دي أو أعدي الأزمة اللي أنا فيها. يعني احنا عايزة اقول ان كل حاجة في حياتنا حتى الحاجات الحلوة بقينا نحولها لحروب ومعارك، وبقينا نفقد الاستمتاع بيها، وكأن احنا ما بقناش بنحب نفرح، ما بقناش عايزين نفرح. يعني ليه نحول الفرحة دايما لخناق والشد والجذب والشتايم والكلام اللي بيتعمل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بس أنا عايزة أقول حاجة، عايزة أقول إن أنا لاحظت، واللي أنا هقوله ده متابعة في العشر أيام الأخارة، لاحظت إن مواقع التواصل الاجتماعي بقى فيها حالة من الملل، وبقى فيها شيء من الوعي. يعني ما عادوش بيصدقوا أي حاجة، ما عادوش بيتكلموا في أي حاجة، ما عادوش بيشوفوا أي حاجة خارجة. وده اللي أنا قلته قبل كده، قلت إن لا يصح إلا الصحيح، وإن أي حاجة مش مظبوطة هتتلاشى مع الوقت، لأن الجيل اللي طالع بوعي، طالع بفكر. فكل الحاجات الغلط اللي احنا كنا بنشوفها، او مهما كان في ايادي خفيه بتحاول دايما تخلق النزاع بينا، بتموت وتنتهي. علشان كده انا لاحظت ان حتى دلوقتي البوستات والفيديوهات كلها ما عادتش زي الفتره اللي فاتت. معانا الكابتن كريم علي، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ حاجه جميله جدا وبرنامج ناجح جدا طبعا. شكرا. والتوفيق دايما يا رب، دايما ابدا. حضرتك كنت بتتكلمي على موضوع الروح الرياضيه. احنا للاسف عندنا، يعني انا ما شغال في القناه موجود طبعا، وكان شرف كبير لي طبعا، ولكن كنت توقفت اني كنت اعاني من مرض من فتره، ولكن الحمد لله. فكره الثقافه عندنا، يعني لو تديني وقت او تديني انت اتفضل اتفضل. عندنا مصر في الثقافه، في طريقه التعبير، في الثقافه نفسها، ما عندناش التكنيك المعين في طريقه التشجيع. للاسف الثقافه مهمه جدا، محتاجين محاضرات للجمهور، سواء كان جمهور الاهلي او الزمالك. حضرتك لعبتي على وتر كبير قوي، ونقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بقول لحضرتك شابوه جدا بجد، يعني شكرا لحضرتك جدا انك بتلعبي على وتر زي ده. التشجيع والروح الرياضيه، احنا داخلين على 2021، واتكلمت قبل كده في اكثر من مكان، الروح الرياضيه مطلوبه جدا جدا. اهم شيء في الرياضه هي الرياضه، اخلاق، روح رياضيه. فالثقافه متقسم لاجزاء معينه، عباره عن فكر. انا بشجع فريقي، سواء فريق خسر او كسب انا بزعل، او طبعا كل ما حد بيحب يخسر. ولكن طريقه التشجيع عندنا في مصر للاسف بتتحول الى حرب، بتتحول الى حرب. هو ده يا فندم اللي انا كنت بقوله دلوقتي، ان مش عارفه ليه احنا مصممين ان دايما يبقى عندنا نزاع. يعني لازم يبقى فيه خصمين، لازم يبقى فيه حرب، لازم ده في كل حاجه مش بس الكوره. يعني النهارده احنا حتى ما بنتكلم عن الكوره بنتكلم من الجانب الاجتماعي، مش بس فكره اللعبه الحلوه وخلاص. الفكر كله احنا تشبعنا بيه، واحنا محتاجين دلوقتي ان يكون في توعيات، ومحتاجين ان القنوات الرياضية يكون ليها دور، بدل ما تحولت الى مشاكل ومنازعات، وده يرد على ده وده يتهم ده. والكارثة الاكبر، يعني
ان الرياضه بقت في كل بيت في مصر دلوقتي، والاطفال الصغيرين بيشاهدوا موضوع التعصب. احنا المفروض كدور الاعلام، دور حضرتك وهكذا وهكذا، يكون في محاضرات نفسيه بالنسبه لموضوع، لان الكوره دلوقتي دخلت البيوت كلها، كل بيت، الفقير الغني، في الصعيد وفي مصر كلها. والتربيه يا فندم، الام كمان عليها دور كبير يعني بمناسبه حديثنا. اكيد طبعا. ما هو اكيد، ما انا لما اجي اتفرج على ماتش وبص الاقي اللعيبه الكبار اللي هم القدوه للولاد بيدخلوا بالشكل ده، والسوشيال ميديا بيبقى فيها حرب غير طبيعيه جدا جدا. للاسف احنا متاخرين في اعاده الهيكله التشجيعيه في مصر. بقينا بنتعامل مع الرياضه كانها حرب، مش كانها روح، مش كانها لعبه جميله للاستمتاع. ولكن هرجع واقول برضه، قلت قبل كده كتير جدا، بينقصنا الثقافه، ما عندناش الفكر. ولو في فكر محتاجين احنا نوزعه صح، محتاجين ان احنا نطلع نتكلم. الحرب اللي احنا فيها، وخصوصا اخر مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك، للاسف قبلها فتره انا كنت حاسس، انا برغم ان معايا كان ميولي، انا كنت يعني ما كنتش اتمنى ان يكون النهائي مصري عشان ما يطلعش بالشكل ده. اولا عايزه اقول لحضرتك ان نهائي افريقيا كان شرف لكل المصريين، ان يكون النهائي على ارض مصريه وبين فرقتين مصريين من مصر. لكن عايزه اقول لحضرتك ان هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنحاول ان احنا نغير الفكر، نغير الثقافه. الاسره عليها دور، المجتمع عليه دور، اللعيبه كمان عليها دور. يعني ضبط النفس داخل الملعب مهم جدا جدا جدا، لانه ده انت لاعب دولي، فانت عليك مسؤولية معينة المفروض ان انت تظهر بيها امام كل مشجعينك. وده الحلقة برضو الماضية كان معانا مداخلة من مشجعين الأهلي، وقال كده، قال إن دايما إن اللاعب عليه مسؤولية كبيرة جدا، لأنه هو القدوة. يعني حتى مهما الجمهور عمل، المفروض ان اللاعب يكون عنده ضبط نفس، ويكون عارف المسؤوليه اللي عليه، وعارف ان هو قدوه لغيره، وان ضبط النفس دي هتفرق كتير مع جمهوره والجمهور المنافس. بشكر حضرتك واهلا بيك. زي ما قلنا ان احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، بنتكلم في حتة ازاي ان احنا نشجع ونستمتع وفي نفس الوقت ما نأذيش الناس اللي حوالينا. ازاي ما يتحولش الفرحة او يتحول التشجيع والحاجة اللي احنا بنحبها ان هي تبقى خصام، وتبقى تبادل شتايم وكلام خارج يحصل، وناس بيتأذوا بسببنا. اللفتة اللي حصلت في نهائي كاس مصر، وازاي تعاطف كل الشعب المصري مع حارس طلائع الجيش، لانه كان متأثر ان هو خسر، لانه كان عايز يهدي الكاس لروح والدته. ده دليل ان احنا بيجمعنا حاجة واحدة، وهو الحب وان احنا بنتعاطف مع اي موقف بنشوفه، وبنبقى داعم، وبنبقى ظهر كمان للي عنده المشاعر دي. وده اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أهلوية ولا زملكاوية، كانوا بيشيروا البوست ده، وكانوا بيتكلموا عنه، وكانوا كمان بيبعتوا رسائل لحارس المرمى عشان يقولهم احنا معاك وجنبك، وانت كنت حاجة مشرفة. هي دي الروح الرياضية اللي احنا عايزين نتكلم بيها، هي دي الحيادية اللي عايزين نعلمها لأولادنا. انا معايا الكابتن رضا عبد العال نجم مصر. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ؟ نورتنا النهارده.
ده نورك، ربنا يخليك. حضرتك ايه رأيك بقى في البطولات الأخيرة؟ وحضرتك يعني ملك الصراحة، اتفضل. حضرتك رأيك ايه في نهائي نهائي افريقيا وكاس مصر؟ يعني طبعا هو الاثنين، نادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي لعب اول 10 دقائق واحرز هدف. نادي الزمالك دخل في المباراه في الدقيقه 15 وبعد كده احرز هدف التعادل. لغايه الشوط الاولاني ما انتهى كان نادي الزمالك هو اللي مستحوذ وشكله افضل وكان ممكن يهدي. النادي الاهلي ما كانش فيه تواجد، هو كان بيدافع بس. بعد كده نزل الشوط الثاني الفريقين تقاسم المباراه بس للاستحواذ اللي هو العشوائي الكلبي. فضلت المباراه في نص الملعب، ما فيش الا هجمتين طول المباراه، هجمه لحسين الشحات القائم وهجمه لنادي الزمالك عن طريق احمد تاج زيزو وجت في القائم برضه. وبعد كده يعني وصل احساس لكل الناس ان المباراه رايحه لوقت اضافي وبعد كده ضربات جزاء. يجي مجدي قفشه يغير كل المفاهيم، عمل الضربه القاضيه بقى. والكوره يعني هو استخدم فيها ذكائه وتوفيق ربنا والحظ وجاب جون خلى فرقه النادي الاهلي تاخد التاسعه وتاخد البطوله. مع ان يعني انا كنت شايف ان المباراه بالذات في الشوط الثاني ما حدش يستاهلها يعني، وكنت عايز ان هي تتلعب وقت اضافي وبعد كده تخلص عن طريق ضربات الجزاء للاهلي او للزمالك. ايوه، تحس بطعم البطوله بقى ان ايه، ان الاثنين تعبوا والاثنين قدوا وبعد كده ضربات الجزاء هي اللي فرقت، اللي هي ما بتعرفش ده لابس فانيلك ايه ولا اسم النادي ايه. أوه. عشان كده كان هيبقى في ارتياح بالظبط. انما طبعا لما هدف مجدي قفشه جه شفنا خروج عن النص. صراحه يعني ايوه اللي حضرتك بتقولي عليه بقى اللي هي الروح الرياضيه. ايوه، لا ما كانش فيه روح رياضيه خالص. يعني شو قله من جماهير النادي الاهلي الغير واعيه اتحرشوا بشيكابالا وعملوا حاجات لا تليق. مهما حصل يعني ده انسان وده بني ادم وله اسره وله عيله وله جماهيره ونجم كبير، فما ينفعش. ما هو ده يعتبر اول تصريح انه ما كانش بروح رياضيه، وطلعنا كلنا عبرنا عن استيائنا للي حصل دوت، وان المفروض ان الرياضه ما توصلش بينا للتعبير بالشكل الغير لائق اللي حصل. بما ان حضرتك بقى مدرب، رأي حضرتك في المدربين الأهلي، أداء المدربين الأهلي والزمالك؟ وحضرتك صريح، حضرتك يعني لا ما أنا هقول لك. أنا طبعًا هما الاتنين تولوا قبل ماتشات الوداد المغربي وضباع المغربي. تمام. فأنا كنت المفروض إن أنا أقول لأ. واخد بال حضرتك؟ ولكن طبعًا في ناس كتيرة كلمتني وقالت لي خلاص التعاقد تم ولازم عشان خاطر جماهير الاهلي والزمالك لازم تساند، خلاص اصل مش لا باليد حيله. وهم تعاقدوا، فقلت خلاص هساند لغايه ما البطوله تخلص وبعد كده اقول رايي. فلما قلت رايي في ناس زعلان، يعني قلت مثلا على باتشيكو فنيا ما كويس، وبقول دلوقتي على موسوماني فتطري. اللي زعل الناس. طب وضح لنا يا كابتن يعني وجهه نظرك، ليه حضرتك اطلقت عليهم الالقاب دي؟ لان ما عندهمش فكره. والله العظيم جايين يضحكوا علينا. الناس مفكره ان هم عشان ده مسك النادي الاهلي او مسك نادي الزمالك ان ده هيجيب البطوله ولا ده هيجيب البطوله. بالعكس، اسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك هما اللي هيجيبوا البطولات، اسماء هما اللي بيعملوا المدربين.
ايوه، بس مدرب النادي الاهلي جاب البطوله، بطولتين كمان، مش بطوله واحده، مش جاب نهائي افريقيا. لا معلش معلش، استنى اتفضل. واحده بقى يلا، ها اتفضل. مش انت عايزه تعرفي فطاطري؟ اه عايزه. انا مش فاهمه يعني ايه فطاطري. ما انا هقول لحضرتك. هو دلوقتي جاي، وكان الدوري خلصان، بايلر مخلصه بفارق 20 بوينت، صح؟ طب يعني اذا ان الدوري خلاص الاهلي واخده، هو بيلعب تحت الحاصل يعني، حتى لو كان خسر الماتشات دي كلها اللي بقياله في الدوري هياخد الدوري، لان في جاب كبير قوي بينه وبين نادي الزمالك وبيراميدز. يعني حضرتك مش مقتنع بيهم كمدربين؟ لا طبعا. لسبب بقى، عشان نتكلم فنيا، عشان نقنع الناس ونقنع حضرتك. البطولة الوحيدة اللي هو لعبها ومفروض ان هو يبقى له بصمة فيها كاس مصر. لان لعب في مدى ابو قير، ما كانش له بصمة فيها، جاب جولين في اول 5 دقايق باسم النادي الاهلي وفانيلة النادي الاهلي. وبعد كده في لعيب اتطرد من فرقة مدى ابو قير، هو لاصه ما عرفش يعمل ايه، وفي مدى ابو قير جاب الجول، وكان ممكن يجيب الجول الثاني في اي وقت. عدى الماتش ده، جينا ماتش الاتحاد، في ضربه جزاء الحكم من جوه لبره بقدره قادر. كوره علي معلول فاول، اترفعت كورنر، حسب الكورنر اترفعت دخل الجول، وهو برضه لايس ومش شايف ومش عارف. واخد بال حضرتك؟ يعني لو ضربه الجزاء اتحسبت بقت 2-0، والكوره اللي هي اترفعت الكوره الثانيه ما كانش عمرهم هيجيبوا جول، كان كبيرهم هيبقى 2-1. وكان لايس طول الماتش وعمال يعمل تغييرات عجيبه وغريبه. لكن حضرتك ليه اطلقت عليه فطاطي؟ هقول لك بس. ايوه، ما انا عايز اعرف. ما انا هقول لك اهو. اتفضل. جينا في ماتش طلع الجيش. كسبان 1-0، وقبل الدقيقه 32 من الشوط الثاني اتطرد واحد من الطلائع. هو كان نزل لعب بثلاثه سنترات وهو كسبان. طب انت لما تعملها مع الزمالك مع الرجاء ماشي، انما مع طلاع الجيش هو ناقص، فطلاع الجيش اتعادل. انت قعدت نص ساعة وعندك تغييرات مش عارف، وفرقة ناقصة مش عارف تكسب، يبقى بشكر حضرتك يا فندم. ويعني دايما معروف كابتن رضا عبد العال ان هو دايما صريح، ودايما بيقول دايما يعني الصح. يعني طبعا انا سعيده جدا بالمداخله دي، وسعيده ان الاراء اللي احنا بنسمعها. عايزه اقول برضو ان كره القدم من الحاجات اللي يعني لازم يا جماعة إن إحنا نلتزم بأخلاقنا وبأفعالنا، وإن يعني بالروح الرياضية. مش عارفة أقول لكم إيه يعني بصراحة، بس عايزة أقول إن بكل روح رياضية بنحب فرقنا، بنحب بلدنا، بكل روح رياضية بنقول دايماً مبروك، وبنقول هارد لك. لازم نعلم ولادنا الروح الرياضية، ونعلمهم الحيادية، ونعلمهم التشجيع بأخلاق. الكورة مش بس في الملعب، الكورة كمان في ولادنا، في حياتنا، في دنيتنا، في يومنا اللي بنقضيه. لو حسبتم كده هتلاقوا ان كل حاجة في الدنيا خد وهات، واللعبة الحلوة. يا رب النهاردة الحلقة تكون عجبتكم، وبكل روح رياضية بقول لكم دعوة للحياة في ساعة مع نيلان.